فرضا لو فتحنا صحيح مسلم أنا وياك ولقينا هيك فرضا إن رجلا نزل بعائشة رواية فرضا، شنو رأيك؟ فرضا فرضا فرض المحال ليس بمحال فرضا. لو والله يا أخوي أنت تسولف من حالك، ما بيبصي صحيح مسلم إنه هالمقولة اللي تسولفها أنت. طيب هذا كلامك الآن حلو ورزن تعجبني، في صحيح مسلم ما فيه شيء صح؟ ما تقدر تفتح الجوجل وياي؟ يلا افتح. على راحتك، فتحته بموبايل ولا شنو عندك؟ ايباد ولا لابتوب تابلت؟ لابتوب. لابتوب مفتوح الجوجل؟ مفتوح الجوجل. اكتب اللي اقوله بالنص. اكتب ان رجلا، لا تتردد يعني اسمع كلامي جيد، اكتب اللي اقوله بعدين راح نكتشف صح ولا كذب. جيد. باعتبار ناقل الكفر ليس بناقل بكافر. يا شيخ احنا مرجعنا جوجل. لا 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 مو راح لا لا مو انت تدري جوجل صار بيه كل الكتب العالميه يعني هذا شيء معروف انت تعرف. جيد. مو مشكله احنا مرجعنا القران يا شيخ. اصبر لي هسه بعدين نروح للقران بعدين. اكتب الان اكتب شنو كتبت. ان رجلا نزل بعائشة. والله ما أكتبها يا شيخ، هاي فشرة عينك. أي شلون أكتبها؟ هاي أم المؤمنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تريدني أكتب الأمر هذا الخاطري؟ الله بس اسمعني الله وراء قبر يا شيخ. أخ محمد. أنت يوم من الأيام أخ محمد تتحاسب وراح تنسأل الطائفية قاعدة تسوي. أخ محمد دقيقة جيراني هنا. أخ محمد دقيقة لو سمحت أخ محمد لا دقيقة توقف. من الأدب والأخلاق والقيم والمبادئ والإنسانية ومهندسين وأطباء ومثلثين و كلهم شيعة وإيش أقول لك، ما بحياتهم غلطة ولا حياة بس أنت شاذ. مو مشكلة أخ محمد، أنت انشهرت تعرف. أخ محمد أنا أكو قاعدة تقول ناقل الكفر ليس بكافر، اللي أقوله أنا اكتبه اضغط البحث وشوفه موجود ولا غير موجود. اسمعني أخ. احنا المفروض نحاربك يعني ما نتابعك ونخليك يعني تعوي على كيفك. مو مشكلة أخ محمد اسمعني لو سمحت. أنت شو تسوي؟ أكو قاعدة علمية تقول ناقل الكفر ليس بكافر، جيد؟ صح ولا مو صح؟ والله شيخ أنت إذا مرجعك لا 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 بس اسمعني لا عوف. أنت اكتب اللي أقوله وتأكد، أنت تأكد بنفسك الآن وياي تأكد شوفه صح ولا مو صح. اكتب يلا. علمونا حديثنا، اسمح لي، علمونا حديثنا ما نغلط. إيه لا ما هو يعتبرها غلطة، والله العظيم مو غلطة يا محمد، هذه رواية رواية في صحيح. زين. اكتب اللي الآن ما راح أخليك تكتب إن رجلا نزل بعائشة، جيد؟ ما أكتبها لا. اكتب من جديد الآن، امسح المكتوب، امسحه، راح أخليك تكتب شيء طبيعي ما بي أي سب ولا شتم. امسح اكتب صحيح مسلم باب حكم المني حكم المني. انطي بحث، ادخل على اول رابط، اقرا اول رواية، اقراها بصوت عالي. اقرأها الرواية. لا ما أقرأ. شلون؟ ما أقرأ. ها طلعت لك الرواية. طلعت لي الرواية لأنه هي أنت يعني شو، لا بالقرآن ولا بالأحاديث ولا. هذا صحيح. يعني هذا صحيح مسلم اللي أنت تحبه، قلت لي في بداية الاتصال، قلت لي أنا أعشق صحيح مسلم، هذا هو. يا صديقي. لا أخ محمد الآن رست بينك وبين نفسك، رست. هذا صحيح مسلم أنت كتبت بيدك، هذا صحيح مسلم، اقرأ. صحيح مسلم بس هذا الجوجل غير صحيح مسلم عندنا يا أخوي. زين جيد. صحيح مسلم أنتم تدخلون بيه اللي تريدون، أسحب أقدر أدخل لك رواية تأليفي. جيد زين. سؤال،
انت عندك صحيح مسلم في البيت؟ عندي صحيح مسلم اللي 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 كتبه مسلم صحيح. جيد، ابقى وياي على الخط، لا تغلق الخط. جيد، روح جيب صحيح مسلم اللي موجود عندك في البيت، روح جيبه. وانت ويا لا 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 اخ محمد، خلي النقاش علمي، انا الان محترمك والنقاش علمي والناس جالسه الشاهد. جيد، روح لا لا اخ محمد ماكو كلام لو سمحت، اذهب انت معي على الاتصال، اذهب جيب، روح اذهب واتي بكتاب صحيح مسلم، تفضل. يلا انا لا 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 خلينا نسولف هيك. لا لا ماكو سولف هيك، لا هذا قهوه. لا انت مو تقول عندك صحيح مسلم، روح طلعه، تفضل طلع صحيح مسلم. يلا، وكل الناس تعرفك انك عوج الان، هذا ما عليك، هذا الان ما عليك بعد حكي، تفضل طلع كتاب صحيح مسلم، تفضل. ما طار يا اخوي، تعرف ليش ما طار؟ انت مو حتى تكذبني، انت افتهم، انا جاي انطيك فرصه الان، الاف الناس جالسه الشاهد، حتى تكذبني، حتى تبين للناس انه انا انسان انقل روايات كذب مو صحيحه، تفضل طلع صحيح مسلم الموجود عندك، تفضل. انا الاف الناس اللي تتابعك من خلال، طيب انا راح اطلب من عندك اخر مره هذا الطلب، اذا ما نفذت راح الاخوه يغلقون عليك الخط، وبعد ما رحت لك حق تتصل بالقناه، اما تقرا الروايه اللي طلعت لك في جوجل، واما تطلع صحيح مسلم الموجود عندك. يا شيخ انت ليش ما تنبذ الطائفيه وليش ما، شوف. شكرا لك، مع السلامه.